هجوما واسعا من عدة محاور لتحرير عدد من القرى التابعة لقضاء خورماتو. وكشف مراسل فضائية كركوك في خورماتو أن قوات البيشمركة تمكنت من تحرير قريتي تشرداغلو وبير أحمد التابعتين لقضاء خورماتو بشكل كامل من إرهابي داعش عقب هجوم واسع نفذته قوات البيشمركة من ثلاثة محاور انتهى بطرد الإرهابيين من القريتين. مراسل فضائية كركوك أشار أيضا إلى أن قوات البيشمركة تمكنت أيضا من تحرير قرية حلية والتابعة لقضاء خورماتو من إرهابي داعش، مضيفا أن العشرات من إرهابي داعش سقطوا بين قتيل وجريح خلال الهجوم الواسع الذي شنته قوات البيشمركة. تفقد وفد من المعهد التقني في كركوك